للذين يتنابذون ويتهمسون ويقولون دلوقتي بتتكلموا عن قطر كويس، احنا عمرنا ما اتكلمنا عن قطر وحش. ما بلاش، انا شخصيا واللي ما يشتري يتفرج. لو سمعتوا كلام امير قطر هتضحكوا. كنت عايز اقول له وحياه الحاجه. كنت عايز اقول له وحياه الحاجه، حسيت ان الدبانه جايه جنب ودني فيل وبتزن. حكام قطر الاسره الحاكمه في قطر هي الدبانه التي اقصدها. الحظيرة، حظيرة قطر دولة صغيرة، لما كبرت بقت قناة. بلبل مش نصار، بلبل ده صح. الحول ده، الحول ده، أنا شخصيا ما بلاش. الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اللي هو بيتخبي ورا الستارة في القصر، حضور طبعا الشيخة موزة، حرمه أم الأمير الحاكم، مراته هي الرئيس، طالع بدل ما يتكلم عن بلده ولا يتكلم على ابنه ولا عن المدام ولا عن المدام، بيتكلم عن مصر الذي كان ينام على ظهره وخلفه الحسنوات بيعملوا له علاج طبيعي ومساج. انت بتدفع علشان تجيب كل حاجه، الفلوس عندك هي اللي بتصنع وطن، وفضلت قطر والبحرين دولتين. جابت الكلام لاهاليها، انا شخصيا واللي ما يشتري يتفرج. انا لا استبعد ان تكون هناك اشارات للارهابيين من هذه القناه. انت قدام دوله عدو، دوله عدو ما فيهاش اسم على اتنين. في قطر دي مش هتبقى موجوده. كنت عايز اقول له وحياه الحاجه، احنا عمرنا ما اتكلمنا عن قطر وحش، انا شخصيا ما بلاش.